السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف خدعة جميلة في برنامج بيكتو بلوكس، ألا هو إن أنا لما أحرك الصباع بتاعي يبدأ إن هو يرسم بيه على مساحة العمل بتاعتنا. طيب، فأنا عندي دوت مش هيبقى مناسب ليا فهمسحه. طيب محتاج إيه؟ محتاج مثلا قلم أرسم بيه اللي هو بنسل. طيب ومحتاج برضو أداة كده يبقى كأن أنا همسح حاجة ايه، فلقيت الزرار دوت بوتون 5 بالشكل دوت. طيب أنا هحط العلامة الإكس دي هنا، وعايز طبعا دي أسهل واحدة، فهقول له أول ما نبدأ عايزه يفضل في المكان بتاعه هنا ما يتغيرش لأي سبب من الأسباب، فهقول له افضل كرر باستمرار. ممكن أقول له فور ايفر، وأقول له روح للموقع دوت. تمام، فهيفضل موجود في الموقع دوت. طيب وعايز أقول له يمسح. تمام، طيب يمسح يبقى أنا محتاج أداة خاصة بالقلم اللي هي ديت. أقول له ريز اول، طيب دي تحصل امتى؟ لما ادوس عليه فاقول له وين سبريت كليك بالشكل دوت. طيب عايزين بقى القلم ده يبدأ يتحرك معانا لما نحرك الصباع. ده بقى محتاج مننا اننا نضيف اداة هيومن بادي ديتكشن، ودلوقتي بقى هنبدأ نبرمج القلم دوت. فهقول له event يعني اول ما ابدأ البرنامج. تمام، عايزه يبدأ ان هو يشغل الكاميرا. تمام، فهقول له turn on، افتح لي الكاميرا بالشفافية ديت. طيب ممكن يكون في حاجة مرسومة من قبل كده فانا محتاج ان انا امسحها erase all، وعايز بقى ابدأ اكرر الحاجة. ليه؟ لان انا طول ما انا بحرك صباعي عايز يبدأ يرسم معايا. طيب فهقول له كرر اللي هي كنترول، واقول له ريبيت. ريبيت دي 10 مرات، لا انا عايزها فور ايفر. عايز يبدأ يحلل الصورة فهقول له اناليسيس. تمام، ممكن من الكاميرا او الستيج المساحة بتاعت القلم ديت. تمام، عايز اقول له لو حللت او لو شفت الصوابع فهقول له اف، يبقى انا كده محتاج ان انا ادي له شرط معين اللي هو ايه، ان هو الهاند ديتكت. اللي هي ديت، يبقى كده في شرط معين لو اتحقق هيبدأ ان هو يرسم مثلا. طيب لو ابدأ بقى ايه، حط القلم بين داون، هيبدأ يحط القلم على اساس ان هو يتحرك معايا. طيب واقول له بقى ديتكشن شو ديتكشن. طيب انا كده محتاج بقى ان انا اعرف متغير انا الصباع في أي حتة في المساحة ديت، فهقول له عرف لي متغيرين، متغير بالاكس ومتغير بالواي. فهقول له ميك ا فاريبل واسمي ده اكس. تمام، اكس فينجر او زي ما انت عايز. تمام، اكس اندكس فينجر لان انا عايز الصباع اللي هو الاندكس، فهقول له اكس فينجر. وهقول له عرف لي واحد تاني اسمه واي فينجر، يبقى انا كده عرفت الاكس والواي عشان احتاجهم بعد كده. طيب عايز اقول له خلي لي المتغير، اقول له ست
انا واحد اللي هو الاكس فينجر. طيب الاكس فينجر ده اللي هنعرفه منين؟ فلازم اقول له انا عايز الاكس بوزيشن اهوت. هناخد الاكس اهوت تمام. ده هياخد الاكس من توب بتاع الاندكس فينجر تمام. انا عندي هو مقسم الصباع لتوب وميدل 1 وميدل 2 وبوتوم، اللي هما الصباع نفسه متقسم لثلاث فقرات. طيب ممكن اخد دي بقى ست ديت واكررها. اخد دي كوبي بيست وهغيرها، اقول له خلي دي الواي وخلي دي الواي. طيب وبعد كده ادخل على الموشن واقول له حرك لي في خلال ثانية واحدة الاكس والواي. طيب هنحط ايه هنا بقى؟ هنحط المتغير الاكس من فاريبل. هقول له انا عايز الاكس فينجر، الاكس هتاخد من الاكس فينجر والواي هتاخد من الواي فينجر. طيب في مشكلة ان القلم ده مرسوم من النص تمام. فهاجي كده على البنسل واقول له انا عايز كاستيوم تمام. هاخد بقى كل حاجة هنا، القلم ده كله، اعمل له موف لنقطة الزيرو زيرو هنا تمام، وارجع تاني للبلوك وهبدأ اقول له ابدأ اشتغل تمام. فهيبدأ يتبع الصباع بتاعي. في حاجة انا غلطت فيها، اقول له انا عايز احلل الهاند هنا مش الهيومن تمام. ويخلينا نشغله تاني، هيبدأ يمشي ورا. هو كده ايه، بيحاول يحلل شكل الايد ومطرح الصباع اللي هو دوت، بيبدأ يمشي ورا. ولو دوست على الاكس اهوت بيمسح كل حاجة. يبقى انا اهو بمشي، يبدأ يمشي ورايا اهو. طبعا احنا اللي عاملين الكود، يعني لو انت عايز تغير ديت ممكن تخليها اسرع بوينت 1 تمام. طيب نجرب تاني، وخلي بالك المتغير اللي هو الاكس والواي بيتغيروا معايا. اتمنى يكون الدرس واضح. دي فكرة البرمجة، وبدأنا ده كده الذكاء الصناعي بدأ يتعرف على الجسم الانسان وبدأ يتعرف على الايد بتاعتي اهو. الاكس هيمسح كل حاجة. اتمنى يكون الدرس سهل وتطبقوه ان شاء الله.